خلينا نبدا اعزائي المشاهدين باخبارنا المحليه. سيدي حضرة صاحب السمو سمو امير البلاد اليوم يفتتح مشروع حديقه الشهيد في منطقه شرق. شوف التقرير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا سمو الأمير وولي عهده الكريم. لما نشوف مثل هذه المشاريع الحلوة تفتتح بالكويت تعطينا الأمل، تعطينا الجمال، وشيء حلو لما نشوف مثل هالمشاريع يتم افتتاحها. هناك إبداع، هناك فكر، لذلك لازم يكون عندنا قيادين مبدعين أصحاب فكر يخدمون الوطن، تختلف الصورة الواضحة قدامنا. أيضا سمو أمير